هاي جيسي. هاي رانيا. كيف الأجواء بالزعرور؟ كيفك؟ نحن هون أحلى أجواء بالزعرور، مثل ما عم بتشوفوا البياض، التلج، الشمس، الطقس بيعقد عن جد. يعني أنا I feel bad for you، أنت بالستوديو أنا هون يا رانيا. بس أنا قلبي معكم جيسي. هلا قلبك معنا، يلا خلصي ولقينا. بداية السيزون العالم مبسوطة، افتتح اليوم الزعرور، ومثل ما عم بتشوفوا العالم بلشت بالتزلج. رح نحكي أكثر عن الزعرور كونتري كلوب مع رئيسة مجلس الإدارة الزعرور كونتري كلوب. سيدة أهلا وسهلا فيك. اليوم نحن مثل ما كنا عم نحكي أنا وياك شوي قبل الهوا، في عنا الزعرور افتتح. سيدة ألين المر، عفوا كارول المر، بعتذر منك. إذا فيك تخبرينا شو الأجواء اليوم بالزعرور؟ هاي جيسي، اليوم افتتحنا الموسم وتنحمس العالم قد ما العالم بدها تعمل سكي، وهيك عم يدفعوا نص نهار، وأكيد فاتحين كمان التيوبينج اللي بدهم يعملوا لوج الأولاد كمان، وفي عنا إيكول دو سكي هالسنة بيقدروا يتسجلوا لكل السيزون، مثل ما بيقدروا ينقوا مونيتور للولد، مونيتور واحد أو بار جروب. مثل ما كنت عم بقول كارول، الاجواء كثير حلوه اليوم. نحن كمان مثل ما شفنا بالصيفيه بالزعرور كنتوا عم تعملوا اكستريم سبورتس، هل تركي لنا مفاجات كمان بالشتويه لاكستريم سبورتس على هالسلوك الحلوين؟ اكيد. اول شيء عاملين هالسنه سنو بارك مع جامبس واير باج، وكمان في سوربريز جديده ما حدا عنده اياها، فات بايك، هو بايكينج على الثلج، يعني بيطلع واحد على راس الجبل وبينزل على بايك. فإذا لكل محبي الإكستريم سبورتس كمان عنا موعد وقصص جديدة بال 2016. إذا بدنا نحكي عن الزعرور كلوب إن جنرال، اليوم إذا الأشخاص ما بيعملوا سكي ولكن بحبوا التلج، كيف فينا نستفيد؟ هلا أول شيء فيهم يطلعوا يقضوا نهار هون، يتغدوا في كله مطاعم وهيك، وكمان بذات الوقت عم نفتتح أوتيل هلا، هو سوفت أوبنينج أوتيل جراند شاليه، وفي مطعم كمان محمس العالم يطلعوا يجربوه. وقريبا بعد هلا لشهر رح يكون في مطعم على الليك مانجد باي مونتانيو. فيري نايس. يعني هيئتها الشتويه رح تكون هون شتويه كثير حلوه. انا كمان بحب اقول انه مثل ما كانت عم بتقول كارول، الاشخاص اللي هلا قاعدين بالبيت مثل ما عم بتشوفوا الاجواء ورانا، حتى للاشخاص اللي ما بيتزلجوا اجواء كثير حلوه. بدنا نتشكري كثير كارول، نتمنى ال 2016 تكون مثل صيفيه ال 2015 وشتويتها كمان اللي كانوا كثير حلوين. ان شاء الله بدنا شوية ثلج بعد. بدنا شوية ثلج بعد. ميرسي كثير لك كارول. مشاهدينا بندعيكم انكم تنضموا لنا بالزعرور كلوب، اجواء بتعقد، التنظيم كثير حلو، اتس فيري سيف، اتس فيري نايس، والاشخاص كمان مثل ما كانت عم بتقول السيده كارول بيقدروا اليوم يستفيدوا من هاف برايس او سعر اليوم عاملينه بالنص ليشجعوا الاشخاص ليجوا يبلشوا السيزون الجديده بالزعرور كلوب. هيدي الاجواء عنا رانيا، اكيد نحن رح نكون باطلالات ثانيه اليوم خلال النهار لنفرجيكم كيف عم بتتغير الاجواء هون، وانا مره جديده بدعيكم تنضموا لنا لانه الطقس بعقد والشمس رائعه. ثانك يو لك جيسي، اكيد واضحه الاجواء جدا، وهاي لكارول المر يعطيها الف الف عافيه. نحن رح نضل معكم خلال النهار بوقفه من الزعرور بافتتاح موسم السكي، ولكل الاشخاص يلي بهمهم الموضوع ممكن يستفيدوا من نص نهار اليوم. رح ناخذ وقفه سريعه ومنتابع ام تي في الايف. صباح الخير مرة جديدة ام تي في لايف. اليوم رح نعمل داكواز بخالين سيترون مع الشيف شارل. صباح الخير. بونجور. صباح الخير. داكواز هي ديسير جميلا اباز دو مورينغ ولوز، هول المكونات الاساسية. بعدين كل واحد بيعمل اللي بده اياه. انت اخترت البرالين والسيترون. فينا نعملها اكيد، فينا نعملها مع فراز، فينا نعملها كريم على فاني ونحط مع فراز، فينا مثل ما قلت فينا نحط البارفان اللي بدنا اياه والفواكه اللي بدنا اياها. اوكي. المورينغ اجمالا فيها صعوبه تقنيه، ما بعرف ليش الناس مش على طول بتزبط معهم، رح تعملها من الاساس، رح تفرجي مشاهدين صح كيف يجهزوا. انا بس لانه بتاخذ شويه وقت ودائما بتعرف الوقت بيكون ضيق، ما بنعملها على الاخير. اوكي. انا حطيت الزليل البيض وحطيت السكر الخشين يلي هن موجودين بالرسات اكيد وشوفوها المشاهدين، حطيتهم على بقلب البول هون وخفقتهم بالمكنه. رح ارجع فرجي مشاهدين. اوكي. هلا
بس لقلنا المشاهدين ما بيوقفوا خفق على المكنة إلا ما تصير تعميل هون مثل منقار العصفور باك دوازو بتحسها شديدة خلص من رح بيخلص هيك صارت هيك صارت جاهزة رح فكها أوكي رح فكها للمكنة أنا مشان لأنه ما في كتير وقت عملتها قبل ما نبلش شوي بس بالوقت رح أعطي للمشاهدين مقادير هالريسيبي لهالديسير اللي عم نحضره اليوم أكيد رح يبينوا على الشاشة للدكواز بدنا سكر ناعم بدنا لوز بودرة بدنا بياض البيض وسكر هولي لنعمل المرين بعدنا للموسلين خلين سيتخون أكيد بدنا حليب فانيلا البرالين برش الحامض بيض صفار بيض كورن فلاور زبدة شوكولا أبيض أخيرا رح يكون في شوية شوكولا على حليب كرمال الديكوريشن اوكي هلا خلطت السكر خلطت السكر مع اللوز. واللوز مع بعضهم رح نزلهم فوق الزليل برجع بذكر الزليل لازم يكون سميك طالع مش رخو بملعقه بنحركها عمهلنا من تحت لفوق وبرم لحتى ما تهبيط لانه الزليل كتير فراجيل دغري اذا بنحركه زياده عن اللزوم بيرخي وبصير مي اوكي رح تحطهم بالبوش بالبوش مزبوط بتعطي الشكل شكل اللي بدنا اياه انا رح اعمله شكل مدور اوكي كقالب اوكي مش اكثر من هيك بس نلاقيها اخذت بعضها صارت اوموجين متماسكه مع بعضها بنوقف ما بنضلنا نحرك اذا بنحرك كثير بتهبط الماس وبصير عندنا الماس بتصير ليكيد اوكي بصير تعذبنا اوكي قبل ما نحطهم ونعطي الشكل رح انتقل على الزعرور بتعرف اليوم عم نفتتح موسم الشتاء والتزلج والثلج اكيد بالزعرور رح يكون في عنا وقفه مع جيسي كمان لنشوف اجواء جبل فوق علما انه رح يصير اليوم مع انه اول نهار وفتحنا الموسم اليوم عاملين هيك مفاجاه للزوار انه بيقدروا يطلعوا بنص سعر اليوم لا يجربوا لا يشوفوا شو صار في من هذيك السنه لهالسنه في اشياء كثير تغيرت تحسنت اكتيفيتيز جديد نشاطات جديده جيسي صباح الخير صباح الخير البير مثل ما كنت انت عم بتقول البير اليوم في اكتيفيتيز جديده بالزعرور العالم كثير مبسوطه الاجواء كثير حلوه في من كل الاعمار والكل مبسوطين انا رح احكي شوي مع العالم نشوف كيف الاجواء شو رايهم بالثلج اذا عم يستمتعوا بالتزلج بالزعرور خلوني بليز ابدا مع يونغ مان هاي هاي شو اسمك كريس كريس انا عجبني انك حاطط الجو برو وعم تعمل سكي خبر المشاهدين اول شيء الثلج حلو لينعمل سكي على اليوم كثير حلو لانه مش كثير بودره ومش كثير قاسي يعني فينا نعمل سكي عليه عم تاخذ نايس شوتس بالجو برو ايه عم تطلع شيء شوي هيك اوف بيست ليطلع لك النايس شوتس ولا بس عم بتضلك بالبيست عم بطلع شوي اوف بيست انه شوي بس برجع على البيست برافو كريس نحن بدنا نقول لك انجوي يور داي بالزعرور مثل ما كنا عم نقول مشاهدينا من كل الاعمار موجودين اليوم اشخاص عم تعمل سكي اشخاص عم تعمل سنو بورد دونك رح نرجع نحكي بونجور بونجور سوري بس شو اسمك اندري بشاره اندري خبرنا كيف اجواء البيستات اليوم بالزعرور الجو اول شيء كثير حلو الناس كلها مبسوطه الثلج كثير حلو هلا كان اول بيست فاتح انفتح ثاني بيست وبخلي الناس بقول للناس كلهم يطلعوا لانه كثير مبسوطين والثلج كثير حلو وشو بدي اقول لك انت كثير حلوه كمان ثانك يو انجوي يور داي ونحن كمان اكيد متابعين من الزعرور رح نشوف اكثر اشخاص عم يتزلجوا رح نحكي معهم في معنا كمان شباب كانوا عم بيعملوا سنو بورد وعم بيقولوا السنو بورد كان بعقد رح ناخذ رايهم اكثر هاي هاي بونجور خبرونا كيف السنو بورد اليوم بعقد اليوم الطقس كثير حلو ان شاء الله يطول السيزون اكيد نحن اليوم عم نفتتح اول نهار كيف الثلج اللي لقيتوه كثير منيح الكواليتي منيحه اليوم واذا في اشخاص عم بيحضرونا بتدعون ينضموا لكم لازم يطلعوا كل العالم لازم تطلع وي لاف يو ام تي في والثلج رائع رائع بودره بودره ما حدا يطلع ولا محل بعيد يجوا لهون قريبه 30 دقيقه بتكونوا هون بنعمل سنو بورد واحلى ثلج Enjoy your day, guys. ألبير مثل ما شفتوا أجواء الزعرور العالم مبسوطة عم تستمتع الثلج بحالة جيدة جدا الشمس بتعقد مثل ما أنت قلت كمان أكتيفيتيز جديدة مفاجأة اليوم لكل الأشخاص اللي ما حضرونا قبل اليوم السعر دعما للأشخاص لأنه أول نهار افتتاح
نص السعر. سو نحن ناطرينكم، اللي ما بحبوا يتزلجوا فيهم يستمتعوا بالكافيت هون، يشربوا شي سخن وينبسطوا بهالشمس الحلوه. عوده لكم على الاستوديو. ثانك يو جيسي. رح نرجع ننتقل بعد شوي على الزعرور، اما هلا عوده للاستوديو ولمرحله دقيقه جدا يلي هي المرحله اللي رح الشيف يعطي فيها الشكل للدكواز للمرينج قبل ما تفوت على الفرن، حتى المزيج اللي عملناه من البيض المخفوق مع السكر واللوز بهالبوش. صح، بلش الحركه، عملناها بشكل سبيرال. هون لازم تكون شديده لتقدر تاخذ هالشكل. اذا كنت رخوي جدا، لو كنا رخيناها، لو مش رخيناها، لو كنا خلطناها كثير بتطلع رخوه، بتصير ما بتطلع بهذا الشكل، بتفلوش. اوكي، هلا رح نحطها على درجه حراره 175، بتاخذ تقريبا 10 دقائق. نحن بهمنا ما تتحمس، ما تنشف كثير وتحمس، بهمنا تضلها من برا شوي كريسبي شوي ومن جوا تكون طريه سوفت لحتى تطلع بالكيك تطلع مزبوطه. دكواز من الدسرات اللي بيتقدموا بردين. على فكره الدكواز اسمها هيك لانه في منطقه بجنوب فرنسا اسمها داكس، بقى هيلي داكس اسمه الدكوا، نساء دكواز، ومن هون اجى هيدا الاسم. اوكي، ما بعرف اذا كنا نعرفها هيدي المنطقه، انا شخصيا ما كنت سامع فيها. مظبوط. المرنجات رح يطلعوا بعد شوي، رح نحضر هلا المزيج اللي رح يكون بالنص. صح مظبوط. هلا الكريم، انا بلشت الكريم فيها حليب، كمان بلشت حطيت الكريم على الحليب على النار، رح نتركها شوي صغيره لحتى تسخن. بهالوقت رح حط الصفار البيض والبيض، رح حطهم مع بعضهم. اوكي، هذا الصفار وهيدا البيض. اوكي، الحليب بلش يغلي، رح نزل معه البراليني. بحب ارجع اذكر المشاهدين اذا بحبوا هني بيقدروا يعملوها بالبيت، بس هي عبارة عن لوز أو بندق، أو لوز وبندق مع بعضهم محمصين. الكمية قد بقد بين السكر والناتس، يعني منحمصون، منحط السكر فوق منهم. فينا نعملها كراميل، فينا نعملها مش كراميل، فينا نعملها عادي، نحط سكر بودرة ومنخفقهم، مش منخفقهم، منطحنهم مزبوط. هلأ هون حطيناهم سوا، نطحنهم ليصيروا هلا اكيد الكريم. بالبيت ما بيطلعوا هالقد ناعمين، بس مش غلط لانه بيعطيك قرشي فيها. المفروض يكون في تكستير معين، مزبوط، يعني هالمكسرات الا ما تعطي شويه. صح مزبوط. اوكي، لكن زدنا هون على الحليب. على الحليب رح حط النشا مع البيض وصفار البيض. اوكي، نشا على البارد على طول. على البارد بخفقهم سوا، بس ما كتير بنخفقهم، يعني بنخلطهم افضل. دكواز برالين سيترون، دكواز بلشت عبر المرينج، بلشت البرالين عبر الحليب، بعد في سيترون. سيترون بأي مرحلة رح ينزل؟ السيترون رح حطها فوق الحليب. اوكي، رح حط سيترون، اكيد السيترون بنكون مغسلينه و منبرشها بهالطريقة. فينا نحطها هون، فينا نحطها هون، بس مع الحليب أحسن، بتعمل نوع من الانفوزيون، بتظهر الطعمة أكثر لأنه في حماوة. صح، بس مع البيض كمان، يعني إجمالا أصلا بتحط برش حامض شوي مع البيض. إيه، ما هي لأنه هلا رح يصيروا البيض هون خلص ما بيأثر. أوكي، يعني بيرجعوا بينمزجوا سوا. أوكي، رح نرجع نحطها على النار وهون نحركها. هلا نحن بالرسات حاطط انا شغلتين، حاطط شوكولا ابيض وزبده. الزبده ما بنحطها على السخن، الزبده بنحطها بس تصير درجه الحراره حوالي الـ40، بنحط الزبده. اول شيء بنحط الشوكولا اخر شيء، يعني وقت نخلصها بنحط الشوكولا دغري. الزبده بننطرها لحتى تبرد شوي، تصير حراره 40، قد حراره الجسم تقريبا، بننزل الزبده وبنعملها شوي صغيره مونتي لحتى تطلع خفيفه، لانه نحن عم نعمل موسلين. هذا الكريمو هي، لكن لتاخذ هالشكل لتاخذ فوليوم بدك تعبيها هواء، هون بدك تضربها بالمكنه ليفوت الهواء عليها. مزبوط. هلا رح حط شويه حليب. هلا نحن هون الطريقه نفوق بسرعه لما ينسلقوا البيض، ما ينطبخ. مزبوط، عملناهم هيك بهالطريقه، بنعملهم شوي ديلويه بالحليب. هلا وبترجع بتزيدهم. مزبوط. اوكي، رح ننزلهم.
ونحرك بسرعه. شفت النشا او الكورن فلاور ما كتلوا. ليش ما كتلوا؟ لانه عملناهم دبيه بالحليب بالبيض وبعدين الحليب على البارد. اكيد حتى اذا بتطلع بتشوف البرالينيه كمان صارت اوموجين، فاتت فيها مزبوط مزبوط. عم شوف من هون انه بلش هالمزيج اللي عم تشتغل فيه بلش صح يسمك شوي شوي سميك خلص. بس يعمل بابلز او يبلش نحسه عم يغلي منشيله عن النار، منوقف الكويسون بالشوكولا. شوكولا ابيض؟ شوكولا ابيض. هلا فينا نحط كلها زبده، بس كلها زبده بحسها شوي بتطلع ثقيله. شوكولا ابيض بخفف شوي صغير من الزبده. صحيح انه الشوكولا الابيض منه شوكولا، منه شوكولا صح، زبده وحليب مزبوط. بس كطعمه الشوكولا الابيض ما بيعطيك هالطعمه والاريرجو، انه كثير فيها فات، بتعطيها تونيو كمان صحيح افضل. اوكي هلا رح شيلها وحطها على جنب، نتركها لتبرد. فينا نحن اذا بدنا نسرع بالبروسس فينا نفضيها بصينيه ونسقعها بالبراد، وبس تصير حرارتها 40 بنرجع بنحط الزبده فوق منها. الزبده بدها تكون بومعه. نحن بعد عنا 5 دقائق. اوكي بس تقريبا صرنا مشهلين منيح. شهلنا. اوكي رح بلش هلا بالمونتاج. مونتاج المرحله الدقيقه. مزبوط انه المرينج بالفرن، ولكن هو اللي حضرهم الشيف هو اللي حضرني هون على بكره او امبارح اليوم الصبح. ليكم اليوم طازه شو هاللون؟ اوكي رح نستعمل اول واحد، حطه على صحن كبير. هالرسبي منا صعبه، بدها هيك شويه التزام بقوانين العامه، مثل كل شيء له علاقه بالباتيسري. الباتيسري فيها حسابات دقيقة بدها تكون، مشان هيك الواحد أفضل يحترم مقادير اللي بيعطيها الشيف، على عكس الطبخة بركة واحد بيزيد شيء من هون وشيء من هون. هون الأفضل واحد يبقى بالمبادئ تبع الريسيبي. هلا الكريم. نعم الكريم أنا محضر وحدة من قبل لأنه بتبردها، بدها وقت لحتى تبرد، بده ينسكب بارد. هذا الدسير مزبوط مسقع براد، مش مسقع أكيد حرارة براد. هون اذا بنشوف صارت التكستور من بعد ما سقعت. هلا مفرجيهم اياها للمشاهدين، بس نشيلها ونعبيها بالبوش. انا اخترت هيدا الدوي مخرم كمان. بتعرف انا شو بعمل بهالمرحله؟ بدك تدوق نشوف وين صرنا، ما هيك؟ اكيد. يعني هيدي اذا سقعت جود ما بتحسها فيها كثير زبده. لو حطينا كلها زبده كانت تبين بالاريرجو انه او بالبالي، بتحس على اللسان انه فيها كميه زبده كثيره. ما فيها زبده كثير بالطعمه مثل ما عم تقول، وما فيها سكر كثير. ما فيها سكر كثير. السير تنبسط فيه اكيد حلو، ولكن منه بكميه تحس السكر بعدين بالزعيم. هلا اكثريه الناس اللي بيعملوا انه بينزلوا هالمزيج بين السابلي، لما تكونوا شيف باتيسيه وبتعرفوا تشتغلوا بهالادوات الجادجتس صح، هون بتحطوا اشكال حلوه للكريم تنزل بشكل فني اكثر. اوكي هون عم نصفصفهم هيك بهالطريقه، المشاهدين بيقدروا يعملوهم بحيال دوي هن اذا عندهم اياه، او فيهم يحطوه بلا دوي، بس انا بحب دائما اعطيهم افكار لحتى بيقدروا. هيدي دوي كبس او برم؟ هيدي برم، هيك مش كبس هيدي. لانه عم نكبس ونطلع فيها، هلا بيسوى يكون برم مثل طاقه اللمبه. اوكي بالباتسري حلو الشغل اللي يكون سيمتريك. هون هيك عم نعمل نحن. ايه اكيد بالباتسري بالبيستري الشكل النهائي مهم جدا، لانه رح تبلش تدوق بعيونك. مزبوط اكثر من الطبخ، لانه المفروض او الاكل كمان يكون له اهميته، ولكن الباتيسري على طول مزبوط لازم يكون فيها التاتش. حتى يلي بقلبها يعني رح يبينه، يلي بقلبها مش رح تغطيها، ما رح احط لها طبقه ثانيه. بس نحن كمان بحب اقول للمشاهدين بيقدروا يسكروها، بيقدروا يحطوا لها لوز دير من داره. يعني انا بعطيهم افكار، بيقدروا يحطوا الطبقه الثانيه، يحطوا لها لوز دير من داره، يرجعوا من فوق يرشوا لها سكر بودره كمان. اوكي بصير عندهم قالب كاجاتو، وفيهم يعملوها بشكل تارت، يعني عندهم الحريه. انا
رح زينها، رح زين بالأورانج، أورانج عملون تشيبس بهالطريقة. نشفهم بالفرن هول؟ نشفهم بالفرن. شايف الشوكولا بعد ما استعملناه؟ الشوكولا هلا بدي أعمل ديكور، إنه إذا بيطلع لنا وقت شوي رح زين بالشوكولا على الوجه، إذا ما طلع وقت وما طلع وقت. كنا أكلنا دسير إيه؟ مش بحلته ال... لا هو ما مش ضروري يعني مش إجباري يكون في شوكولا، بس أنا إنه في ناس بتقول إنه دسير بلا شوكولا منه دسير. لا مش كتير. هون عم نحط أماند دو بولينياك. أماند دو بولينياك هو لوز، لوز إفيلي بيبقوا شرحات، بينحط معهم سكر سيرو وبيفوتوا على الفرن، بيصير السيرو بيصير كراميل. نحن بنسميها لوزية هيدي. لوزية. بولينياك. أوكي رح حط هون بعد شوي وهون شوي وهون شوي. نايس. أوكي رح آخر شيء رح حط في عود فانيه. أنا شايف العود الفانيه فينا نحطه كنا مع ال مع ال شو اسمه مع الكريم. لعلك حطيت الفانيلا بالحليب أنت؟ لا ما حطيت. أوكي بس إنه أكيد فينا نحط رح حط شوي صغيرة برش حامض على الوجه. ليش بنحط آخر شيء شوية برش حامض؟ لأنه برش الحامض هو بيعطي فريشور، ولما بينطبخ الحامض بيعطي طعمة، ولما بيكون فريش بترجع بتعدلهم بيرجع بيعطيك هالطعمة اللي فيها طعمة السيترون يكون فريش. عم بعملها هيك برش شوي صغيرة على الوجه مش كتير، لأنه بتعرف كمان إذا منكتر منه بيصير مرمير. صحيح بس اللي عم تعمله عم بيعطي كمان لون حلو، بيعطي يعني حلو. تحط شوية خضار على هال أكيد على هالتار أكيد، وعلى الصحن هيك شوي بالتقديم بيصير الشكل أحلى، ومثل ما قلت لك بيعطي ريحة ريحة حلوة، بصير بارفومي حلو كثير الديسير شيف. سمول ديزرت او نحن الطريقه اللي اخترناها بركي لنقدمها اليوم. صح. هلا اذا كنت تحت الهواء رح اعمل، اذا لحقت رح اعمل شويه شوكولا وشكشكن فيهم. اوكي الشوكولا قصدك مثل امبارح يعني تعمل تمبيراج معين؟ مزبوط. هلا انا دوبت الشوكولا. أوكي. دوبت الشوكولا بطريقه انه ما خليته يدوب على الاخير، اذا هون بيقدروا يشوفوا المشاهدين انه الشوكولا سميك شوي لانه رح يضلوا بارد ليجمد معنا دغري. وفي في كم حبه بقلبوا بعد ما دابوا، ما لنا مشكله رح حطهم على ورقه زبده. بعدين بعد في عنا وقت نفرج المشاهدين هيك بيستفيدوا. بتعرف هول الاشياء الحلوه الواحد بيحب يتعلمها. اكيد امبارح عملتها وانا برجع بنبسط ارجع اشوفها اليوم، لانه هيدي ضربه الملعقه اللي بتعطيك هالشكل. رح نفرج المشاهدين الدكواس خلصت. اوكي اوكي يعني لونها بعد احلى. بيوتيفول. اوكي بس هون لانه قبت الورقه شوي صغيره مش عاطيه، بس ليك شو حلوه لونها، حلو ريحتها حلوه. شو كنا عم نعمل؟ عم نعمل الشوكولا. شوكولا يا فينا نستعمل الورقه كمان منقطعها تريانجل ريكتانجل بهالطريقه، بصير عندنا بوش لنقدر نرسم. شفت كيف؟ رح نحط شوية شوكولا. ما بعرف ليه هالعملية عطول عطول، يعني الكم مرة اللي جربتها ايه بتخبص عطول، يعني بتلزق الورقة بتلزق الشوكولا بصير الأصابع كلهم شوكولا. مع أنه بحاول أشتغل على رواق وأتذكر الأشياء اللي بتقولها بس ما لأنه الشوكولا خليني أقول لك شغلة، إذا الورقة مش معمولة مظبوط، إذا الورقة مش معمولة مظبوط بصيروا يطلعوا، بصير تبرم الورقة بإيدك وبصيروا يطلعوا. هلا نحن عملناها الورقه مظبوطه اوكي بنص البوز لي، بس هلا يمكن تسد شوي صغيره لانه الشوكولا ما لنا كلها دايبه على الاخير، بس انا هيك شوي لحتى دونت وري شيف. شفت سدت شوي صغيره، رح اسمكها شوي صغيره احسن. اوكي لا
اللي عم نعمله لكن هالقضبين اللي رح ينشفوا يبردوا يعني ويستعملوا نشاف ديكوراسيون على التارت اللي تقريبا صارت جاهزه. تيستينج بعد دقائق قليله او يلا بعد البريك. بعد البريك نحن بنرجع بنلاقيكم بكفوا هول الخطوط اللي عملناهم لحطهم بالبراد هيك بيكونوا صاروا جاهزين. بيكونوا صاروا جاهزين لكن تيستينج بعد البريك. اكبر فان لشارل عزار هو شارل عزار. ويلكم باك. صار وقت التيستينج اللي عمله الشيف بالوقت اكيد جهز الجاتو كمان بورق الذهب. حطينا الذهبيات اكيد سيناتور الاسم وشوكولا وانا بلشت اكلها بهدله من قبل ما بلش تيستينج. ليش بهدله؟ لانه بيغاروا منا انه نحن عم ندوقهم. لا كيف رح حط الشوكولا؟ فينا نحط شوكولا فينا ما نحط بس اصلا شايف انت ما معقول قد بتهتم كمان هيك بالديكور. صح بس هي انه بعد ما جمد كثير الشوكولا عم بيدوبوا بعدهم شوي صغيره. أوكي. بس بتعرف اشتغلنا بسرعه يعني اليوم بثلث ساعه. ايه مش قليل. صح كنا مبلشين المرانج من قبل لحتى نلحق بس خلصت بوقتنا على كل حال. صح بس اما بخصوص التارت البات نعم شو قلبي؟ رح بلش اقطع تخبر انه كان في شويه تزعبر. لا على طول في تزعبر. ايه على طول نحن من من بنعمل ابديت يعني وين صرنا كل ايتاب مندوق ما فينا يعني نجرب هيك لنشوف شو ناطرنا. اوكي هيدي اول قطعه. ثانك يو. والليمون لكن داكواز بخلين سيترون. صح اي مرينج مع طعمة لوز ومكسرات وبرش حامض. اوكي هلا رح ندوقها نحن كمان. كثير طيبة منا حلوة فيك تطلع فيها طوابق يعني هيدا يعني جواب على سؤال اللي سألتك اياه قبل. إذا كثير سكري لا أبدا. كنت عم تسألني إذا بنطلع فيها طوابق. فيري جود فينا نحط طبقة تانية يلي عملناها نعملها بشكل جاتو وفينا هيك هيك لنقدر نزين أكتر بس بهالطريقة ما بيضاين كتير لأنه بتنشف الكريم. yes. يعني إذا عنا إياها بدنا نعملها اليوم بدنا نأكلها اليوم أفضل نعمل مونتاج دغري. ميرسي شيف. ثانك يو فيري ماتش. ميرسي لك رانيا. نحن مكملين نهارنا أنت وأنا ولكن وقفة سريعة نرجع نلاقيكم.